ما حكم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب الأذان مباشرة في الميكروفون من المؤذن، علما بأن هناك آيات وأحاديث تأمرنا بذلك، ومنها قول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الجهر في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الأذان من المؤذن أو غيره في الميكروفون هذا بدعة، لأنه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شرعه لأمته، ولم يعرف هذا عن الصحابة والتابعين لهم بالإحسان والقول المفضلة. ثم هذا أيضا وسيلة إلى الزيادة في الأذان، لأن الناس قد يعتقدون أن هذا تابع للأذان وأن هذا من جملة الأذان، إذا رأوا المؤذن حافظ على هذا ويربطه بالأذان ظنوا أنه من الأذان، فيقول هذا من زيادة دين لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. وكذلك قراءة الآيات قبل الأذان والجهر بها كما يفعل في بعض الأمصار هذا من البدع. الواجب أن يجرد الأذان ويؤتى بالأذان وحده، لا يسبقه شيء ولا يأتي بعده شيء. نعم، شرع النبي صلى الله عليه وسلم متابعة المؤذن وأمر بالسؤال الوسيلة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان أن يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، يعني إذا فرغ المؤذن. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، هذا ورد. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من فعل ذلك حلت له شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يجهر بذلك، وإنما يقوله المسلم سرا لا يجهر بذلك. وأما قول السائل أن الله أمرنا بالصلاة، نعم الله أمرنا بذلك، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرع لنا هذا بعد الأذان. لو كان هذا مشروعا بعد الأذان لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. ربط العبادة لوقت من الأوقات تحتاج إلى دليل من الشارع، ولم يرد هذا. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطب وفي التشهد الأخير من الصلاة، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مناسبة إما وجوبا وإما استحبابا، ولكن تقييد ذلك بوقت معين يحتاج إلى دليل. جزاكم الله خيرا. إذا الجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان أمر مبتدع وغير مشروع. نعم، غير مشروع. جزاكم الله خيرا.